شوف، هو البوز ماشي البوز، ماشي البوز، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم شنو هو في القلب ديال الانسان. انا ما نقدرش نذكر لك شي اسم وما نقدرش نتهم شي اسم، غير تيقول لك ما كاينش شي دخان بلا عافيه. الله سبحانه وتعالى يقول لك، او في المعنى ديال الايه، ما يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ما يعمل مثقال ذره شرا يراه. كنتي كدير هاد الاعمال، النيه ديالك لله، الله سبحانه وتعالى راه عالم على بان لله. كنتي كدير شي حاجه للناس، راه غتبقى للناس وغتحاسب عليها في الدنيا اخيرا. المهم اللي غنقول لك هو غنرجع معاك، لمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه شرا يراه. حنا كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا واحد الرساله، نحاولوا ما نضحكوش على الناس، ونحاولوا ما ننشروش التفاهه، ونحاولوا نحاربوا الطوندونس اللي ديما كنقول بانه طوندونس في المغرب موسخ. شوف، القانون في المغرب يقدر يتطبق عليك في اي لحظه، وفي اي لحظه تهمه تقدر تحط لك. مثلا نشر خبر زائف، راه في اي لحظه انت تقدر تغلط، تقدر تمشي مع واحد الموجه ديال الناس، لان انت ما عندكش واحد الخبره كبيره باش غادي زعما تجيب المعلومه 100%. بطبيعه الحال راه كنشوفوا صحفيين في الميدان وكيخطئوا في نشر اخبار. فلهذا نقدر نقول لك بانه خاصنا غير نتاكدوا ونتيقنوا من داكشي اللي كننشروا، والله سبحانه وتعالى راه كييسر لكل واحد. نقدر نجاوبك اش غنقول لك، كيفاش واحد المواطن كيعيش في واحد الوسط وباقي كيعيش في ذاك الوسط؟ كيفاش واحد المواطن كان كيدوي على الشعب وباقي كيدوي على الشعب؟ كيفاش واحد المواطن، يعني شنو الهدف، او شنو هو المعنى ديال بعتي الماتش؟ لمن غتبيعوا؟ واش كاينه شي سويقه في المغرب كيبيعوا فيها الماتش؟ نمشيو ليها نشوفوا هذا الفيلم ديال البيعان ديال الماتش. ماشي شوف القضيه، ما كاين هذه الكلمه ديال بيع الماتش، انا ما كنامنش بها. انا كنامن بحاجه واحده، خاف على راسو، خاف يدخل الحبس، خاف من انه يقول كلمه الحق. والخوف انا ما كنلوم حتى شي واحد يخاف، وما كنلوم حتى شي واحد يسكت. علاش؟ لان المغاربه او المغربي بصفه عامه ما خاصوش ينتظر واحد الانسان يتكلم عليه. لا خويا، تكلم واحد وسكت في واحد الفتره، نوض واحد اخر يتكلم، وينوض واحد اخر يتكلم، وين كلنا كنا كندويو، غير كندويو، راه نقدروا ندويو وما كنطبقوش. الا كنا كنا كندويو اخويا، والدوله لمست في هذا الشعب واحد شويه ديال التغيير، راه تقدر يقدر يجي التغيير. العائله من الاول حتى الاخر كيخافوا عليك. علاش؟ لانه طرا لي مشكل. انا طرا لي مشكل، تم الاعتقال ديالي، تم في بركه ملف من طرف الشرطه القضائيه بالدار الحمراء، وهذا الشيء امام انظار المجتمع وعلى لسان المحاميه او المحامي، الله يجزيهم بخير، تحيه لهم من هذا المنبر. كاينين الناس كيحفروا لك ملي كنقول لك مثلا مافيا العقار، او لا واحد الجهه معينه كتم القصف ديالها من طرفك، او لا من طرف واحد المجموعه ديال الناس، فانتظر الاسوء. بحال شي واحد ضربتيه او لا غير شيرتيه عليه، راه هو غادي يعني غيعقل عليها. اذا الى تطبق القانون في المغرب ما غيكونوش هاد الخزعبلات ديال هذا يتدخل من هنا وهذا يجيب لك منشف من هنا. نقدر نقول لك بصراحه، والله ما غنكذب عليك، يعني واش كنت باش نقول لك كنتبع شي قناه محدده؟ لا، مي اي قناه في المغرب كتعطي واحد المنتوج زوين، تقدر اليوم ما تعطيك منتوج زوين، غدا ما تعطيكش منتوج. انا كنقلب على المنتوج، يعني كنستافد اي حاجه كفاح كفاح. كان يعني كان كنتشبع منه في بعض الاحيان بشي افكار او لا بالمعلومات ديالي. لا 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 لا، انا كنعرف العمل، او لا كنعرف يعني الكونسيبت. علاش؟ لانه مثلا مره كيتوي لك على الارباح ديال الفوسفات، الذهب، الفضه، هادو نقدر نقول لك ولاو مواضيع رائجه، ولكن ما كاينش اللي كيعطيها او يعني بالعلم او لا بالدراسه او لا بالارقام. هادشي اللي مفقود عندنا في المجتمع. كثير كثيرا تلقينا تهديدات عديده. علاش؟ لانك ابار نقول لك زعما ديك اللعبه ديال انه راه كلمه الحق، ولكن ملي كتكون غادي في الطريق ديال انك كدافع على الشعب، فيها جوج. يا اما كدافع على الشعب من ناحيه ديال المشاكل الاجتماعيه اللي كاينه واللي رايجه، تقدر مثلا تدوي على حكومه، على وزير، على برلمان، ويا اما كتمشي لواحد المشاكل اللي كتكون ما بين واحد وجوقه ديال الناس. فهمتيني؟ بحال مافيا العقار مثلا، ملي كنا كنتكلموا مافيا العقار راه كنا كنتلقاو تهديدات عده، ولكن كتقول رضات الوالدين والله سبحانه وتعالى. اول حاجه اخويا اليوتيوب
نقدر نقول لك شي ثلاثه المرات في ظرف ربع في ظرف اربع سنين اللي كنت تخلص. بصراحه اليوتيوب ضروري الانسان خاصو يتخلص منه، علاش؟ لانه كيدير واحد العمل، كيدير واحد الجهد. غير هي انا ما كنعتمد لا على اليوتيوب لا على فيديوهات، عندي الدومين ديالي كنمشي فيه كيجيب الله واحد البركه ديال ناكل منه ونوكل الوالده. يعني الجانب المادي ما عمرو كان من الجانب، يعني ما عمرو ما كان في هادشي ديال الفيديوهات اولا اليوتيوب. كلمه اخيره، كنشكركم اخويا على هذا المجهود ديالكم، والله يجازيكم بخير، وكنتمنى ان يعني المسيره ديالكم تكون موفقه. والمغاربه اخويا فيقوا فيقوا بركه، راه زعما راه حنا غاديين بواحد، يعني المجتمع ديالنا راه غادي لواحد، خلا واحد السيد قال لك البلاد راه غادا بحال واحد السريمبو. حتى شي واحد في المغرب او حتى شي مسؤول في المغرب ما كياخذ المسؤوليه على العاتق ديالو انه راه البلاد راه غاده، البلاد راه غاده هابطه ماشي غاده طالعه. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.